لحد دلوقتي. طبعا عينيكي فيها دموع. خالص خالص، نشفت صدقيني، نشفت. عيطت كتير كتير وخلاص بطلت، لانه انت اللي بتشوفيه في حياتك بيعلمك. ما هي نشفت بس بتلمع. معلش ده احساسي الداخلي، لكن ستيل خلاص احساسك من جوه خارج لي في عيونك. بس خلاص اتعودت على المشاكل، اتعودت ان انا واجه لوحدي، اتعودت ابقى قويه عشان بناتي. طيب علاقة بناتك ايه بابنه من زوجته الثالثة؟ علاقة كويسة جدا جدا جدا، وانا بحبه جدا جدا جدا. yeah. عمر طفل قمر، امور. انا عارفة انه بيجيلك البيت. اه حبيبي قوي، وطفل عنده 7 سنين، ملوش ذنب في اي حاجة خالص. بالعكس انا شايفة انه ده ربنا بعتهولنا علشان يبقى لبناتي سند، يمكن في يوم من الايام يبقى سند ليهم. بيواجه نفس المشاكل اللي بيواجهها بنات اكتر؟ بجد اكتر. طب ده يبقى في مشكله بقى. ما انا بقول لك في ناس بيبقى في اطفال بتدفع الثمن هنا. وللاسف هو لسه متجوز مراته الثالثه ولا انفصلوا؟ ما عنديش اي. انفصلوا يا رانا. ماشي. يمكن انت تعرفي اكتر. خذي مني الكلام وانت عارفه كل حاجه. كنت تعرفي اكتر. طلبت منك مساعدة، نصيحة، اتكلمت معاك؟ لا انا وهي ما بنتكلمش قوي كده يعني. يعني بتبعت لك ابنها؟ ايوه بيقعد مع البنات، بيقعد مع البنات، البنات بيحبوه، وهو بيحب البنات جدا، وهو طفل يعني طفل وحيد. وزي ما قلت لك يمكن في يوم من الايام يبقى هو سندهم في الدنيا يعني. nobody knows. وانا بحب انا بحييكي على الموقف ده. لا خالص انا مش عايزه حد يحييني، انا حقيقي بحب انا مبسوطه. انا بحب الاطفال وشايفه ان هو اتظلم في الحياه. يعني انا شايفه ان امه ظلمته وابوه ظلمه، فبس هي عمرها ما هجمته، طلقته الثالثه. تمام انا ماليش دخل. ما يعني مش اوكي مضي على ورقه زي كل ايه. الله اعلم، عمري ما اتكلمت معاه صدقيني. يعني كلامنا هو كان معاه محامي شاطر وانت لا طبعا. يعني الراحل الاستاذ فريد الديب كان يعني اقوى محامي او من اقوى المحامين في مصر. صحيح الله يرحمه. ايه عايز تكلمي في ايه تاني؟ قوليلي اللي بعده. قوليلي اللي بعده. يلا اللي بعده. بصي يا ستي، رانيا يوسف تمنيت لو لم اتزوج للمره الثانيه والثالثه. صحيح. طب رانيا من غير زعل بقى. من غير زعل. انت حبيتي يا بس من غير زعل منك. قولي بس احنا هنا يعني الصدقه وانا حطها على جنب. قولي انت حبيبتي مش صاحبتي. بس الواحد او الواحده ممكن تفشل في جوازه في اتنين، لكن في ثلاثة يا رانيا؟ في زمايل فشلوا في 5 و7 جوازات. الله خليني على نفسك يا رانيا. على فكرة أنا لسه ما 12 بس. أنا بتكلم عنك. أنا لسه ما عملتش الرقم القياسي بتاعهم يعني. طب ولسه ما عدتش شغال؟ لا 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 خالص لا. الجوازة الثانية والثالثة كانت لأسباب شخصية جدا. لما حصل الانفصال بيني وبين مختار خفت على سمعتي وعن وكلام الناس والليلة دي يعني. وعندك بنات؟ وعندي بنات وأنا لسه صغيرة، وإلحاح من أهلي أنت لسه صغيرة تتجوزي، عارفة المجتمع والضغط بتاع المجتمع. طب ما أنت لسه صغيرة بس يبقى معناها أنه العداد لسه صغير. لا لا خلاص وقفنا العداد عند الجوازة الثالثة. لا 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 صدقيني ما عندنا شيخ الحارة النهاردة. ما عندنا مال ولا هيطلع لي كله يطلع اللي هو عشان ما تحرجيش. لا لا ما بتحرجش ما تقلقيش. ما فيش حاجه بتستخبى يا رانيا وعندنا الأدلة وكل حاجة. وافقاكي يطلع اللي يعني أنت اتجوزتي رد فعل؟ مش رد فعل، تحت ضغط المجتمع والناس والدين وما يصحش. يا رانيا انت بتعملي حساب للمجتمع؟ كنت اولا انت كنت 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 دلوقتي لا. اه